تخيل سيدة زي دي ممكن تكون عانت قد ايه قبل ما تموت، ايه الاحداث اللي حصلت لها قبل ما تموت بشهر داخل شقتها، ايه الاحداث اللي حصلت ومحدش سأل عنها لدرجة ان هي ريحتها تطلع تغطي كل المكان ومحدش يكتشف وفاتها. موضوع بجد صعب جدا، تعالوا بينا نعرف التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كله دايما بخير. النهارده هنكلمكم عن تفاصيل العثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها في منطقة كيمان فارس التابعة لمحافظة الفيوم. في البداية الأهالي بدأ إن هم يشموا ريحة كريهة طالعة من المكان، والريحة بدأت تنتشر يوم عن اليوم اللي قبل منه، لدرجة إن الريحة الكريهة دي نفسها غطت العمارة كلها. الأهالي اتجمعوا وبدأ إن هم يدوروا على مصدر الريحة دي جاية منين. في الأول ظنوا إن الريحة دي جاية من قطة ماتت أو أي حاجة ماتت تحت السلم، وده اللي تسبب في مصدر الريحة دي كلها. الاهالي قدروا يحددوا مصدر الريحة الكريهة جاية منين. اتفاجئوا ان الريحة نفسها طلع من شقة سيدة عجوز كانت ساكنة معاهم في العمارة. بدأ ان هم يخبطوا على الباب لكن مفيش حد رد عليهم، ومع الريحة اللي طلع من الشقة بدأ ان هم يشكوا ان الست دي نفسها ماتت جوه الشقة، وده اللي خلاهم يبلغوا الشرطة، والشرطة جت كسرت الباب وتأكدوا فعلا من خبر وفاتها. وبعد معاينة الجثة اتأكدوا ان السيدة العجوز دي ماتت وهي ماشية في الصالة، وفضلت الجثة بتاعتها على الارض لمدة شهر، وتم نقل الجثة لتلاجة الموتى بمستشفى الفيوم العام. وبعد كده تم عمل محضر بالواقعة وتحولت للنيابة علشان خاطر يباشروا عملية التحقيق. المشكلة الاساسية هنا فين صلة الرحم؟ هي الست العجوز دي ملهاش اولاد، ملهاش اي حد قريب ليها يسأل عليها؟ يعني جثة سيدة عجوز تبقى موجودة في شقة لمدة شهر محدش يعرف عنها حاجة؟ طب لو قلنا الست العجوز دي ملهاش اي حد خالص من اهلها يسأل عليها، طب هنا فين الجيران اللي المفروض ان النبي صلى الله عليه وسلم وصى على سبع جار؟ فين هنا اول جار ليها او ثاني جار ليها؟ محدش بيسأل عليها لمدة شهر، محدش عارف عنها اي حاجة، ست عجوز تموت في شقتها محدش يكتشف وفاتها الا لما ريحتها تطلع. حسبي الله ونعم الوكيل. تخيل وصلنا لفين. هي الدنيا تقل بركتها من قليل، ما هو بسبب اللي بيحصل، ست تموت لمدة شهر محدش يعرف عنها اي حاجة. احنا بقينا في مجتمع ما يعلم بها لربنا، يعني الاهل سألوا عليها، احنا ما نعرفش مصدر الاهل ان كانوا موجودين او مش موجودين. لكن المشكلة الكبرى هنا في الجيران اللي موجودين واللي اكتشفوا ان الست ماتت في شقتها والجثة بتاعتها قعدت شهر جوه الصالة. تخيل بقى معاناة الست ده في التوقيت اللي زي ده، ايه اللي حصل لها قبل ما تموت؟ ممكن تكون كانت مريضة وبدأت تستغيث باي حد، لكن طبيعة الحال علشان محدش بيسأل عليها فمحدش سمع لها صوت، ما اخدوش بالهم الا لما ريحتها طلع في كل المكان. بدأ ان هم يشمئزوا من الريحة اللي موجودة، وبدأ ان هم يدوروا على مصدر الريحة جاية منين. ما قدروش الاول يدوروا على حق الست العجوز دي عليهم، مش لازم كانوا يعملوا معاها اي حاجة، كانوا بس مجرد اطمئنان على ست عجوز زي دي ساكنة معهم في المكان، لكن ما حدش منهم عمل كده. يا ريت يا جماعه كل واحد يخلي باله لو في حد جنبه عجوز راجل او ست اهلهم مش بيتواصلوا معاهم، يا ريت انتوا تكونوا اهلهم وتسالوا عليهم، لان الجار له حق عليك وحق كبير جدا وعظيم، ما تسيبوهمش ابدا، حاولوا دايما تساعدوهم. قبل ما ننهي حلقتنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس علشان خاطر دايما يوصلك كل جديد. وبكده انتهت حلقتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.